المرجع في المستوى تمرين 4 ABC مثلث ABC مثلث في منتصف ABC نعتبر جي مرجح النقط A1 B1 و C2 جي مرجح النقط A1 B1 و C2 يعني واحد في جي A من الجي A زائد واحد في جي B هي جي B زائد جوج في جي C تساوي المتجهات المنعدمة. إذا قمنا بترجمة المعطيات إلى شكل وإلى علاقة. السؤال الأول أكتب أ جي بدلالة أ بي و أ سي. بطبيعة الحال سوف ننطلق من المعطيات، نكتب أ جي بدلالة أ بي و أ سي. هذه العلاقة لدينا هنا يمكن الحصول على أ جي بسهولة فقط تغيير الإشارة، لكن في هنا وهنا لا يمكن الحصول مباشرة، وبالتالي يجب أن نستعمل علاقة شار. إذا لكي نحصل على أ جي هنا وهنا يجب أن ندخل أ أ هنا. إذا نحصل على ننطلق من هنا لدينا اذا جي ا زائد جي ا زائد ا بي ندخل ا هنا علاقه شان جي ا زائد ا بي هنا ايضا علاقه شان ا 2 جي ا زائد ا سي اي 2 جي ا زائد 2 ا سي زائد 2 جي ا زائد 2 ا سي يساوي المتجه المنعدم. يعني الآن لدينا جي أ زائد جي أ 2 جي أ زائد 2 جي أ 4 جي أ زائد أ بي زائد 2 أ سي تساوي المتجهة المنعدمة. نغير أو نقوم بإضافة 4 أ جي إلى الطرفين 4 أ جي هنا 4 جي أ زائد 4 أ جي سوف تحذف تصبح لدينا أ بي زائد 2 ا سي تساوي قمنا بإضافة 4 ا جي إلى الطرفين المتجه المنعدم زائد 4 ا جي تعطينا 4 ا جي وهنا 4 ا جي زائد 4 جي ا متقابلتين المجموع هو المتجه المنعدم. إذا لدينا ا جي تساوي 1 على 4 ا بي زائد 2 على 4 اي 1 على 2 ا سي ب انشئ جي اذا انطلاقا من ار الى جي لدينا 1 على 2 ا بي انطلاقا من ار لدينا 1 على 2 ا بي اي 1 على 4 عفوا ا بي زائد 1 على 2 ا سي هي المتجهة التالية 1 على 2 ا سي هنا اذا جي سوف تكون هنا 1 على 4 ا بي ا بي مقسوم على 4 زائد 1 على 2 اس اذا الجي سوف تكون هنا. سؤال موالي حدد مرجح نقطتين ا 1 و ب 1 مرجح نقطتين متزنتين ا متزنه ب 1 و ب متزنه ب 1 من المعطيات او من الشكل لدينا اي ا زائد اي بي كم تساوي؟ تساوي بطبيعة الحال المتجهة المنعدمة. لماذا؟ لأن إي منتصف أ بي إذا إي أ زائد إي بي تساوي متجهة منعدمة. إذا واحد إي أ زائد واحد إي بي تساوي متجهة منعدمة تعني أن إي هو مرجح نقطتين متزنتين أ واحد و بي واحد. إذا إي مرجح أ واحد مرجح أ واحد و بي واحد. السؤال الأخير بين أن الجي منتصف سي إي بين أن الجي منتصف سي إي إذا نحن لدينا جي مرجح أ السؤال الإثنان ب لدينا جي مرجح أ واحد و ب واحد و س اثنان ولدينا اي مرجح ا واحد و ب واحد
باستعمال خاصية تجميعية للمرجح نستنتج أن إذا نستعمل خاصية تجميعية للمرجح نجمع أ و ب بمرجعهما، مرجعهما هو إي، أ واحد و ب واحد مرجعهما هو إي، إذا والمعامل أو الوزن إي سيكون واحد زائد واحد أي اثنان، إذا جي أيضا نجمع أ و ب فنحصل على إي مرجع إي، المعامل أ هو واحد زائد واحد اثنان، هو سي اثنان، سي تبقى كما في الحالة الأولى، إذا جي مرجع إي اثنان وسي اثنان، إذا بما أن جي مرجع إي اثنان وسي اثنان فإن اثنان جي إي زائد اثنان جي سي تساوي المنتجات المنعدمة. نختزل أو نعمل بإثنان، الإثنان جي إي زائد جي سي تساوي المنتجات المنعدمة، هذا يعني أن جي إي زائد سي زائد جي سي يساوي المنتجات المنعدمة، يعني أن جي إي زائد جي سي يساوي المنتجات المنعدمة، ومن خلال هذه الكتابة نستنتج أن جي منتصف سي إي. جي منتصف سي اي سي اي ان جي سوف تكون منتصف سي اي. شكرا والى تمرين المكر بحول الله.